مضاعفات جلطة الساق. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي وأحبائي بالله في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردنا توضيح مضاعفات جلطة الساق. من الممكن أن تؤثر جلطة الساق أعزائي في صمامات الدم في أوعية الأرجل، مما قد يتسبب في تكرارها أو في التسبب في حدوث ألم متكرر أو تورم كبير في الأرجل. وأيضا هناك احتمال يبلغ 3% أنه من الممكن أن يحدث الانسداد الرئوي، والذي قد يسبب وفاة المريض، وكذلك احتمال ارتفاع ضغط الشريان الرئوي المزمن الذي يحدث عند عملية تكرار الإصابة مسببا جلطات للشريان الرئوي. وإلى اللقاء أعزائي وأحبائي بالله في حلقة أخرى وجديدة.